بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالبايثون بروجرامينج، والنهاردة إن شاء الله جايين لكم بمقالة عجبتني شوية، كان فيها بعض الكوماند وبعض الستيتمنت الخاصة بالتعامل مع السترينج داخل البايثون. الغرض طبعا أكيد حضرتك مش هتحفظ الكوماند دي، لكن هتبقى عندك كريسورس أو عندك كريفرنس ترجع ليها وقت ما تيجي تتعامل مع السترينج، وفي نفس الوقت نفهم بعض الأمور الغامضة في الأوامر دي. تمام كده؟ طبعا في بعضها سهل وفي بعضها محتاج ان احنا نشرحه. لو انت عندك، احنا عارفين ان الايكواليتي بتاع تو سترينج معناه ان المحتوى بيساوي بعض، لكن في كوماند او ستيتمنت اسمها اف دي بتعمل ايه؟ بتاخد الاي دي بتاعت السترينج، بتاخد المكان الميموري اللي السترينج متخزنه فيه في الميموري، اوكي؟ ولو الاثنين متخزنين في نفس المكان بيبقى الاي دي بتاعهم واحد، بيبقى الاي دي بتاعهم واحد. اذا كنت عاوز تتاكد ان البصمة بتاعت السترينج في الميموري واحدة، هتعمل دي، هتستخدم الامر او الستيتمنت اسمها is، ودي عامة بتيجي في الجمل بتاع الكونديشنال استيتمنت. وبالتالي لو انت معرف شكل الفاميلي على انه ليست من السترينج، اوكي، واخدت فاميلي 1 بيساوي فاميلي 2، فكده الاثنين شبه بعض، الاثنين تيبيكال، الاثنين ايكوالي، وفي نفس الوقت الاي دي بتاعتهم كمان ايه؟ الاي دي بتاعتهم واحدة. لو انت سألت بالدبل ايكوال دي معناه المحتوى بيساوي بعضه ولا لا، لكن ملوش دعوة بالاي دي. وبالتالي بناء على اللي موجود مع حضرتك ده نقدر كمان ناخد ايه؟ نقدر ناخد مثلا لو عملت ران ايه اللي هيطلع؟ انت قايل له فاميلي 2 بيساوي فاميلي 1، بالفعل فاميلي 2 بيساوي فاميلي 1 نتيجة التساوي اللي انت عامله، تمام؟ وكمان الاثنين بيساوي بعض من ناحية الاي دي، اثنين بيساوي بعض لان فاميلي 2 فاميلي 1 اوكي اتكتبت في فاميلي 2، لكن لما رحت انشات فاميلي 3 بنفس المحتوى، اوكي، لكن ما كتبتش ان الاثنين بيساوي بعض، وبالتالي دي في ميموري او في ميموري لوكيشن ودي في ميموري لوكيشن، وبالتالي فاميلي 3 بيساوي فاميلي 1 لو انت استعملت الدبل ايكوال. لكن لو سالت على هل الاثنين متخزنين في نفس المكان في الميموري ولا لا، اكيد هيبقى لا، وعشان كده الناتج بتاعك ايه؟ الناتج بتاعك ترو. وعشان كده ممكن تتاكد بالاي دي، الاي دي بتاع فاميلي 1 هتلاقيه هو الاي دي بتاع فاميلي 2، لكن مش هو الاي دي بتاع فاميلي مين؟ بتاع فاميلي 3، مع ان المحتوى بتاع الثلاثة واحد. طيب لو حضرتك حابب تشوف ايه التايتل، ودي عامه بنلاقيها في التوبيك بتاع الارتكل لو انت بتنشر بيبر ولا حاجه، بيقول لك هل هي خلي التايتل بتاعها الفورمات بتاعه تايتل. يعني ايه الفورمات بتاعه تايتل؟ يعني الحروف كلها او اول كلمه، اول حرف في كل كلمه كابيتال. اعرفها منين؟ اعرفها من السترينج، اوكي، السترينج بتاعتك دوت از تايتل، اوكي. لو عملت ده هتلاقي ماشين ليرنينج ام كابيتال ال كابيتال، فده ترو. الكونفيوجن ماتريكس سي كابيتال ام مش كابيتال، وبالتالي ده فولس. البرسيجن ريكول هتلاقي الاثنين سمول، وبالتالي هما فولس. طبعا اكيد ده بستعمله مع الكونديشنال ستيتمنت، بستعمله مع الكونديشنال ستيتمنت او البرانش. يبقى از تايتل بتعمل ايه؟ اتفقنا، بتشيك يا ترى الحرف الاول من كل كلمه كابيتال ولا لا. كمان لو حضرتك حبيت تدور على سترينج في سترينج تاني، لو عاوز تدور على سب سترينج داخل سترينج تاني، اوكي، تعمل ايه؟ استعمل ان اوبريتور. الان اوبريتور ده ممكن كمان استعمله مع الكونديشنال ستيتمنت. يا ترى كلمه موديل دي ظاهره هنا ولا مش ظاهره؟ اوكي تعال شوف كده، هتلاقي موديل موجوده، موديل موجوده، يبقى الناتج بتاعك ترو. ريكول مش موجود، يبقى ده فولس. موديل موجود، موجود، لكن الام كابيتال، اوكي، وبالتالي دي سترينج غير السترينج دي تماما، وعشان كده الناتج بتاعك ايه؟ الناتج بتاعك فولس، اوكي. طيب لو حضرتك حابب تجيب الاندكس بتاع الفيرست اوكيرنس اللي هو اول تكرار ظهر، المكان اللي عنده اول تكرار ظهر، يعني انا بدور على كلمه بوست، اوكي، يا ترى بوست هنا موجوده فين؟ عند الحرف رقم كام؟ على اعتبار ان ده رقم زيرو وده رقم واحد وهكذا. اول ماتش حصل مع كلمه بوست ظهرت عند مين بالظبط؟ عشان تعمل ده بكتب السترينج، كانت فاريبل بقى ولا كانت كونستنت، واحط مين؟ احط فايند، يبقى فايند بوست هنا، اوكي. طبعا الكلام ده عشان الناس ما تتلخبطش معايا، ممكن اعمل الكلام ده بطريقه اخرى. نقدر نعمل ده وناخد ده سترينج دي، اوكي، واخد منها كوبي واسميه مثلا اكس اكس بيساوي، اوكي، واجي هنا بقى اقول له اكس اكس دوت فايند، اوكي، واحط مين؟ احط البوست، اوكي.
وطبعا رد عليه بنفس الموضوع على اساس بس الناس ما تعتقدش ان لازم تكتب الكونستانت سترينج، لان انا ممكن اكتب مين، ممكن اكتب الفاريبل عادي خالص. اوكي طيب ننزلها بس تحت عشان تبقى اللوكيشن بتاعها مظبوط. اوكي نطلعها فوق شويه. طبعا تقدر تعمل نفس الكلام لو انت عملت نفس الكلام بفايند. اوكي هدور على الجيت. اوكي لو لقى السترينج بيدي رقمها بيدي الفيرست اوكيرنس، لو ما لقاش بيدي مين، بيدي نيجاتيف واحد او ماينس واحد. طبعا في داله شبيهه بالفايند اسمها الاندكس، اسمها الاندكس، بس الاندكس بتعمل ايه؟ بتدي فاليو ايرور لو ما لقاش. اوكي فنفس الكلام ده الكونستانت بتاعي دوت اندكس انستانس هيدور على الانستانس. اوكي دور عليه الاوكيرنس عند 41. طب لو دور على الريكورد مش هيلاقيه، يديك ايه بقى؟ يديك سب سترينج نوت فاوند. لو حضرتك حبيت تعرف اللينس، اوكي لو حضرتك حبيت تعرف اللينس اللي هو عدد الحروف اللي موجوده في سترينج، عشان تعرف عدد الحروف اللي موجوده في السترينج في الميثود اللي اسمها لينس. اوكي اقول له لينس يديني مين، يديني عددهم 60. لو حضرتك حبيت تعرف عدد الكاركتر كام، كاركتر معين عدده كام في السترينج، يعني اتكرر كام مره، يعني مثلا عاوز اعرف الاو اتكررت كام مره، 1 2 مثلا 3. اوكي دول 3 مثلا. اوكي لو قلت له السترينج دوت كاونت، اوكي اداك 4 يبقى انا اسف 1 2 3 وده 4. لو حضرتك حبيت تعمل ايه، حبيت تعمل كابيتالايز، كابيتالايز اللي هو اول ان انت تعمل تعمل اول حرف بس في الكلمه تخليها كابيتالايز. اوكي اللي هو الفيرست كاركتر بتاع السترينج، البدايه بس اول حرف في الجمله تخليه كابيتال، يبقى حط السترينج دوت كابيتالايز. سترينج دوت كابيتالايز هيعمل ايه؟ هيخلي لك اول حرف مين، اول حرف كابيتال. لو حضرتك حبيت تعمل فورمات للسترينج شبه جمله البرنت كده، اوكي او الناس اللي عندها خلفيه في البرمجه بنتكلم على حاجه اسمها الفورمات سبيسيفاير. اوكي هعمل ايه؟ هحط مثلا اف داش اسمها اف سترينج. اوكي اهو اف داش واحط السترينج بتاعتي. عاوز تعمل ايه؟ هكتب اللي انا عاوزه يظهر زي ما هو، وبعدين لما اجي على حاجه معينه عاوزها تظهر مكانها قيمه الفاريبل، لو هنا في فاريبل اسمه نيم احط بين اثنين براسز بالشكل ده، احط مين، احط النيم. هنا مثلا حطيت الفود، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيطلع قدامي هيلو ماي نيم از زياد اند اي لايك مين، اي لايك يوجر. اوكي هيطلع بالشكل ده، ده اللي هيطلع معاك. يبقى انا النيم هيشال وهيتحط مكانه زياد، والفود اللي بياكله ايه؟ بياكل يوجرت. اوكي فلما تيجي تعمل الجمله دي نفذها يطلع معاك الشكل ده. كمان لو انت حابب تسيرش سبيسيفيك بارت من السترينج لسب سترينج، اوكي اقدر استعمل مين؟ اقدر استعمل اندكس، اقدر استعمل اندكس زي ما انت شايف. طبعا انا كاتب اكتر من كوماند، لو دي الستيتمنت بتاعتك او دي السترينج وانت بتدور على الاي اي وبتدور من كام لكام، طبعا انا اقدر اكتب من غير حاجه خالص، يعني اقدر اشيل ده. اوكي اقدر اشيل ده مثلا واقول له دور لي على الاي اي في السترينج اللي قدامك فقط، وفقط هيبدا يدور على اول اوكيرنس. اوكي ويبدا يديني مين، يديني الناتج، لقى الاي اي عند 47 حرف. اوكي يبقى اول كاركتر 0 لحد ما وصل ل 46 حصل عندها ماتش، حصل عندها كام؟ حصل عندها ماتش. اوكي لو حضرتك حابب ان عاوز تبدا في تدور في حته معينه من السترينج او ابدا من عند الاندكس رقم كذا مفيش مشكله. اوكي انا قلت له دلوقتي دور لي من عند ال 50. اوكي لما دور من عند ال 50 لقى مين، هو بيدور على مين؟ بيدور على الاي اي. في هنا اي اي كانت موجوده عند 47 وفي هنا اي اي موجوده عند ال 100، فجاب عند مين؟ عند ال 100. لو حاب تقول له دور منين لفين برضه براحتك، تقدر تحدد الكلام ده مفيش فيها مشكله خالص. اوكي وطبعا لو انت قلت له من 50 ل 150 جاب مين؟ جاب ال 100. اوكي لو انت سبتها له مفتوحه دور، اوكي هيبدا يدور لحد الفيرست اوكيرنس. كمان الفورمات شبيهه بالاندكس بالظبط، الفورمات شبيهه عفوا الفورمات شبيهه بالاف داش، شبيهه بالاف داش او الاف سترينج. فورمات نفس الكلام اهو، تحط السترينج بتاعتك وتحط الاقواس دي فاضيه او البراسس دي فاضيه، ويبدا تقول له دوت فورمات وتحط له الكلام ده. هيعمل ايه؟ يبدا ساعه ما يقابل البراسس ياخد اول حاجه من الفورمات، يحط ثينج، يبقى ذات ثينج واز، لقى ده يروح ياخد ديفيكالتي. فلو نفذت يديك كده، يديك ذات هياخد مين؟ هياخد الثينج. الثينج ده رساله ولا فاريبل؟ فاريبل، يروح يجيب قيمته اس بي ام. واز ده ايه؟ ده عباره عن
في مكان تاني يروح ياخد الديفيكولتي. الديفيكولتي دي لو كانت رساله تتحط على طول، لكن ده فاريبل يروح يجيب قيمته يلاقيها. اوكي، في كمان لو حضرتك حبيت تعرف يا ترى السترنج بتاعتي كلها، طبعا ممكن اخلي الكلام ده فاريبل مفيش مشكله، ممكن اخلي الكلام ده اوكي برضه عشان ما ننساش نحاول نعمل ده بالفاريبل. وهاجي اكتب مثلا اكس يساوي مثلا 4300 اوكي، واقدر اجي دلوقتي اوكي زي ما انت شايف كده ممكن اعملها عن طريق الفاريبل، اقول له اكس ب 4300 مثلا، بس دي رساله طبعا بتاخد الرساله دي على سترنج، واقول له اكس دوت از نيوميريك، هل الاكس كلها نيومرال ارقام؟ فرد عليه وقال لي ترو. ممكن تعملها طبعا تبع الكونستانت ما فيش فيها مشكله خالص. ممكن كمان تعمل سبليت. ايه السبليت ده؟ السبليت ده بيقطع مين؟ بيقطع الجمله اللي موجوده معاك، وممكن تقول له قطعها عند ايه بالظبط، يعني قطعها عند المسافه، فلما كل ما يلاقي مسافه يقطعها. اوكي سبليت يبقى السترنج دوت سبليت اوكي، والكاركتر اللي بيقطع بيه المسافه، فكل ما يلاقي مسافه يقطعها يبقى ذا بريسيجن كالكوليتس وهكذا. تمام، ممكن طبعا تقول له بناء دي سترنج مثلا وفيها اثنين سلاش اوكي، اقدر اقول له قطعها عند السلاش فيشيل الاثنين سلاش ويقطعها لك بالشكل ده. كمان لو انت عاوز تعرف ان السترنج كلها لور ولا لا، اوكي لور كاركتر، يعني كل السترنج كل الجمله كل الباراجراف، اقدر اقول له از لور، اهو از لور قال لي ترو، بالفعل هي كلها لور كيس ليتر. لو في حرف واحد كابيتال وقلت له از لور هيديك ايه؟ هيديك فولس. اوكي لو انت حابب بحرف معين تقدر بقى تعمل اندكسنج للحرف ده وتجرب عليه مفيش مشكله خالص. تمام، لو انت حابب تعمل جوين لمجموعه من السترينج تربطهم مع بعض او تعمل كونكاتينيت، بس يا ترى هتحطهم ايه بعض؟ يعني هيبقوا استاك مع بعض، هيبقوا لازقين في بعض، ولا تحط بينهم حرف؟ انا هحط هنا داش فتبقى ايه داش بي سي اوكي، ايه داش بي داش سي دوت جوين اوكي. ممكن تعمل ريفرس، لو انت حابب تقلب سترينج تعمل ريفرس، يبقى انا هقلب ده اعمل له ريفرس وارجع اعمل جوين واحط مسافه اوكي. لو انت شفت ده هتلاقي كلمه هيلو وورلد اتقلبت خالص، يبقى اخر حرف هو اول حرف. لو انت حبيت تعرف يا ترى الكلام اللي موجود قدامك هم الحروف اللي هم الانجليش اللي هم الكابيتال والسمول والسبيشال كاركتر والنمبرز، بس هم دول الموجودين، دول اسكي كاركتر. الاسكي كاركتر اللي ما يعرفوش اللي هو الامريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج اوكي، اللي هي شفره للارقام اللي موجوده على الكيبورد بتاع حضرتك. لو في بعض الرموز اللاتينيه دي مش اسكي، وبالتالي لو انا قلت له ده اسكي ولا لا هيقول لي عليا فولس، لكن لو اديته الاي او السترنج بتاعتي كلها اسكي ولا لا هيرد عليا بمين؟ هيرد عليا بيه ترو. لو حضرتك حبيت تعمل ابر كيس للجمله كلها، تقلبها كلها كابيتال او تقلبها كلها سمول، اعمل ايه؟ اقول له السترنج بتاعتي دوت ابر، دوت ابر هتعمل ايه؟ هتحول كله مين؟ هتحول كله كابيتال اوكي، فيرد عليك accuracy is misleading. accuracy is misleading والكيس كلها او الجملة كلها ايه كابتر. لو حبيت تحولها كلها small تعمل ايه؟ dot lower، واخد السترينج يحولها لمين؟ يحولها ليه small زي ما انت شايف اهو، يبقى خد الجملة كلها وحول حروفها ايه؟ حول حروفها small اوكي. لو حضرتك حابب تتشيك يا ترى الجملة كلها هي كابتل ولا small، اقدر اقول له is upper، اكتب له السترينج dot is upper، فطبعا لان الاكيوريسي كلها كابيتال فقال لي از ابر. لو انت حطيت له جمله ثانيه قلت له الميس ليدنج هيرد عليك ايه؟ يرد عليك بي فولس اوكي. يبقى في عندك از ابر وعندك مين تشيك على الجمله لقاها كابيتال فاداك ترو. لو حضرتك حبيت تحول بتقول له ايه؟ بتقول له ابر، يقوم حولها لك لمين؟ حولها لك ليه كابيتال. تمام كده. لو حضرتك حبيت دي زي ما احنا عارفين في الفورمات ده معناه نيو لاين، كانه باراجراف جديد، فلو حضرتك حبيت تعمل سبليت لاين تقسمها اللاين اوكي، هقول له string dot split lines زي ما انت شايف ها قسمها اهو. لو حضرتك حولت convert integer to string، رقم معاك وعاوز تحوله string، تقدر تقول له string اوكي مفيش مشكله. لو حضرتك حبيت تتاكد يا ترى كل الجمله دي او كل السترنج دي كلها هي عباره عن الفا الفابيتك بس كلها حروف بس، اقدر اقول له 1 مثلا 1 1، فطبعا فيها رقم فيديني false، لكن لو خليتها 1 بس وقلت له از الفا هيديني مين؟ يديني ترو. لو حضرتك حبيت تعمل ريبليس، يعني بتعمل سيرش وعاوز تعمل ريبليس، تشيل كلمه وتحط كلمه، هتستعمل دوت مين؟ دوت ريبليس، وتحط له الكلمه اللي بيدور عليها وتحط له مين؟ وتحط له الجمله اللي هتنزل مكانها اوكي. فبدا يشيل البريدكتد، لقى هنا كلمه بريدكتد شالها وحط مين؟ وحط اكسبكتد، حتى لو كان الاوكيرنس اكتر من مره. تمام،
لو حبيت تعرف هي الفا نيوميريك ولا لا، الفا نيوميريك عباره عن حروف كابيتال وسمول والارقام. فلو انت اديته مثلا 10 10 ده ارقام وحروف مفيش مشكله هيديك ايه، يديك ترو. لكن لو اديته مثلا دوت دوت ده مش الفا نيوميريك خالص، هيديك مين؟ يديك فولس. لو عندك جمله وفي مسافات قبلها ومسافات بعدها وانت حابب تعمل كات او تعمل تريب للمسافات تشيلها، سواء هتشيلها من الشمال او اليمين او تشيلها كلها، عندك ليفت سبيس الاس ورايت سبيس ومين بقى وسبيس تريب. لو انت عملت ليفت سبيس هيعمل ايه؟ هيشيل المسافات من اليسار. لو عملت رايت سبيس هيشيل المسافات من اليمين. لو عملت سبيس تريب هيشيل المسافات خالص. تمام كده. لو حضرتك حابب تعرف ان الجمله او السترينج بتاعتك بتبدا بسترينج صغيره او حرف اوكي او سب سترينج، تقدر تعرف ازاي؟ عن طريق ستارت، ستارت ويز اوكي. تعمل سيرش طبعا الجمله دي بدات بي ار اي، حتى لو غيرت الحرف وخليته كابيتال هيديك فولس بقى اوكي. يعني نفست ده هيديك فولس. هو عاوز مين؟ لو انت قلت له بي بس بدات بي بس مفيش مشكله اوكي ترو. لو انت رجعت بقى في الكلام ده اوكي هيديك مين؟ يديك ترو. لو حبيت تقول له هو اند ويز بيبدا بينتهي بالال ولا لا، بينتهي بالال تمام. لو حضرتك حبيت تخلي اول حرف في كل كلمه تايتل اوكي، اللي هي دوت مين؟ دوت تايتل، هياخد اول حرف في كل كلمه ويخليها لك تايتل اوكي. في كمان البارتيشن، البارتيشن لو بيعمل سيرش على كلمه معينه ويجي ياخد اللي قبلها بارتيشن وهي بارتيشن وبعدها بارتيشن، فبارتيشن وونت يبقى هيديك ده سترينج اف يو وبعدين وونت لوحدها وبعدين تو بي ان انجن، اهو قسمها بالفعل كده. تمام كده. اخر حاجه هنقولها اللي هي ميك ترانس وترانسليت. لو انت عاوز تعمل شفره حروف مقابل ارقام او حروف مقابل حروف او حروف او ارقام مقابل ارقام بس شفره مختلفه عشان تعمل انكودنج للكلمات، فانا بقول له بس خلي الاي بي سي اس خليها 1 2 3 4. ده عن طريق مين؟ عن طريق سترينج دوت ماك ميك ترانس اوكي، ميك ترانسليت اوكي. وارجع اقول له بقى، اقول له ترانسليت دوت مابينج. تعال شوف كده ايه اللي حصل. يبقى كده دلوقتي لما اجي اقول له على السترينج بتاعتي، السترينج اللي اسمها ايه بقى اللي هي اي بي سي ار ذا فيرست 3 ليتر، هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يدور الاي والبي والسي هيخليهم 1 2 3، ده 1 2 3 الاي بواحد، الار زي ما هي، الاي زي ما هي، وهكذا. بعد كده قبله مين؟ قبله اس. اس بكام؟ اس ب4، يوم منزل ل4 وهكذا، اس ب4 اوكي وهكذا. دي الشفطه بتاعتي طبعا. بعيد تاني على حضرتك، طبعا مش الهدف ان انا احفظ لان انا مش حافظهم اساسا، مش الهدف ان انا احفظ الكوماند دي او الستيتمنت دي، الهدف ان تكون معاك كريسورس لما تحب تشتغل بالسترنج اكيد هتحتاجها. الحاجة التانية ان احنا كنا محتاجين نوضع بعض الاوامر لان بعضها مشروح بذاته وبعضها كان صعب. في الختام اتمنى لحضراتكم يعني رمضان كريم على حضراتكم وعلى الامة كلها يا رب ان شاء الله، وربنا يرفع الهم والغم عن المسلمين، ونلتقي بكم في الحضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.